مطاعم البيك، قصة نجاح لأخوين. التعثر جزء من النجاح. إحسان ورامي أبو غزالة، منذ فترة أكثر من 35 سنة قام الوالد رحمه الله بالبحث عن فكرة مطاعم، فأنشأ مطعم للبروست، وكانت بدايته في عام 1974. وفي تلك الفترة كان تقبل الناس لوجبة البروست ضعيفا جدا رغم إصرار الوالد على النجاح. وبعد سنتين توفي الوالد، وحينها طالبنا الوكيل بإلغاء وكالة البروست الممنوحة لنا. وقد تخرج إحسان وهو الابن الأكبر من الجامعة تخصص بترول ومعادن. وفي هذه الفترة خاطبنا البنك بوجود ديون كبيرة علينا، وخيرنا بين السداد أو الحجز. وأمام هذا الواقع كان لدينا حافز كبير للنجاح رغم اختلاف تخصصاتنا الدراسية عن قطاع المطاعم والتحول إلى إدارة المطاعم. وبدأنا في العمل رغم الظروف الصعبة بالتسلح بالعلم والمعرفة، وبدأنا نبحث في الخلطات السرية، وبشكل سري بإصرار وعزيمة استمرت لسنوات. كما ركزنا وبشكل كبير في تدريب العاملين والبحث عن اسم لمجالنا وعن أسباب نجاح الشركة، تحدث قائلا: الإصرار على النجاح. وبهذا ركزنا على الفوائد التي سيتحصل عليها الزبون، والجودة والربح طويل الأمد والتفاعل مع المجتمع، المسؤولية الاجتماعية.